إفريقيا، تلك الشاشة التي تبث لنا أحلام الطبيعة، غنية وأبدية. لكن هذه القارة السوداء ستشهد فوضى عارمة. الأسود دوار رئيسة، والفيلة حيوانات لطيفة. لا أحد يتوقع أن يشاهد هذا العنف فيما بينها، لكن الآن يتحرر هذا المفترس العنيف الذي تدفعه غرائز مجهولة، والنتيجة ستكون سقوط أضخم هذه الحيوانات. هذا الشيء نادر الحدوث ومن الصعب تصديقه، لكن هذه الكائنات عليها أن تجد طرقاً جديدة كي تبقى على قيد الحياة. هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة من الأسود والفيلة في ألد الخصوم. شعور ما يخالجنا عندما نفكر بإفريقيا. لماذا يا ترى؟ هل نحن مسحورون بغموضها؟ شعر إفريقيا نعرفه ونميزه. هذا الشعر يعكس قوة الجمال في قسوتها، أو ربما لأنها موطن البشرية فتبدو وكأنها بداخل كل واحد منا. نعم، نعرف بعضنا، واتفقنا على لقاء هكذا من قبل، المرة تلو المرة. في مكان ما في إفريقيا يموت كائن كل يوم. أسد يدخل في معركة مع فريسة كبيرة، وأحدهما طبعا يخسر. إنه الروح التي تجعل هذا المكان ينبض بالحياة. مفارقات عجيبة. في السهول الشمالية لبوتسوانا هناك سلوك قد يكون جديدا أو أنه صدى من الماضي. قد يكون بقايا عصر سيطرت فيه حيوانات الماموث على الكوكب، كانت تكافح من أجل البقاء في صراعها مع سنورية سيفية الأسنان. اليوم تشتعل المعركة مجدداً. أهو سلوك قديم أم مجرد انتهازية؟ من المستحيل معرفة الإجابة، لكن هذان المتنافسان أشبه بقوتين ضاريتين تسارعتا في أرجاء الكون لتصادم لا مفر منه. بدأت الشرارة الحديثة لهذا الصراع في موسم التغيير. هطل المطر، فارتحلت الفيلة إلى الجنوب كالعادة، وانهمكت في حراك مستمر في نزوة المواسم. إنها أكبر القطعان التي تنتقل في أكبر براري إفريقيا. سيتغير الجو، وستشعر بذلك، ومجدداً ستعود إلى الأنهار في الشمال قبل أن يمتد خيط الجفاف ويشتد ليطالها. حينها ستقع بين أنياب موسم الجفاف. ثم تبدأ بالركض، تركض كما لو أنها تهرب من قدرها، لكنها في إفريقيا.
إفريقيا التي تحكم سيطرتها عليها بمجرد أن ترى برك المياه أمامها للمرة الأولى. على أطراف هذه البحيرة توجد زمرة غير عادية من الأسود تترعرع على صدى همهمات فرس النهر. عادة تهرب الأسود من فرس النهر، وفي مثل هذا العمر لا تميز السلوك الذي عليها تجنبه، لذا فهي تفعل أي شيء. إنها لا تزال غير واثقة بنفسها، لكن سيتسنى لها اختبار قدرتها الليلة أمام سحر هذه الوحوش الضارية التي تشق طريقها عبر الظلام. سلوكها جريء وخطير. ما زالت تحركاتها غير منسقة، إنها مجرد أشبال تلهو. لكن عندما يصل الإخوة الكبار تتغير اللعبة. هنا بالتحديد بدأ كل شيء على الأرجح. هذه المغامرة العظيمة، هذا التغير الذي طرأ عليهم وجعل حياة هذه الأسود تتخذ منحنى آخر. اللمسة التي توقظك من أحلامك ناعمة، وذلك الشكل الناعم الذي يسرق النور. أنت جديد الآن، ولكن الخوف بين أضلعك. حان وقتها الآن، ولكن لحظة الفوز هذه على وشك أن تنجلي. وصل خبر أول نجاح يحققه الصغار لآبائهم، والآن يمكنهم أن يستشعروا التغيير. إنها الإشارة الأولى للتمرد الذي ستؤدي إلى الرغبة في التزوج. لن يتساهلوا معهم، لا يمكنهم ذلك. تزأر الأسود كإشارة على استيائها، فيتفرق الأشبال ويلوذون إلى الغابة علهم يتمكنون من النجاة بحياتهم من هذا الهجوم المفاجئ. كل شبل منهم يلفه الارتباك والخوف. إنها دائرة تدور على جميع أشبال الأسود، فكل شبل في مثل هذا العمر عليه أن يواجه هذه الصدمة. الخيار المتاح بسيط، إما أن يغادروا أو يواجهوا أنياب ومخالب آبائهم. الكائنات في إفريقيا تعرف الجنة وتعرف جراح فراقها. إنها تعرف كيف تنظر إلى الوراء ولكن بدون عودة.
اليوم أنظر إلى الشمس والقمر بعين العارف للوحشية التي يولدها الجوع. خيوط الاتصال منتشرة في أرجاء المكان، مما يربط برك المياه والفيلة والأسود الهادئة المنتظرة. ظهرت في أحد الأيام وهي تتبع قطيعا من الجواميس، ولاحظوا خصائصها المشابهة لحيوانات فرس النهر. نعم، أعلم من أنت في داخلك. إنك مختلف، ولكن أنت شيء نفسه. لقد اتفقنا على اللقاء هكذا من قبل. إنها فرصة من فرصهم الأخيرة. إنه اختبار لمدى تعلمهم لدروس الطبيعة. لكن ظلال أمهاتهم اختفت، وها هم يقفون وحيدين تحت القمر. إن إفريقيا تطبق عليك من الجانبين، إنه شعاع ذهبي من الضوء وظل مائل للسواد. لديها القوة للكشف عن وجهها ومزاجها في اللعب بجسدك. ألم يخبرك أحد بأنك واحد من هذه الفئة الجائعة؟ هذه نتيجة الفرقة، تمزقت الزمرة، وهي الضباع قد شعرت بانعدام ثقة هذه الأسود. قد تتمزق المجموعة اليافعة المرتحلة الآن وتتفرق كأفراد تائهين في مهب الريح، لكن اللبؤة الكبيرة التي تقوم عادة بالمبادرة تبدأ بالتحية وطمأنة الآخرين. بفعلها ذلك فإنها تعيد ترابط المجموعة معا برباط اجتماعي لتصبح كتلة واحدة، وأخيرا زمرة من الأسود. لكن في يوم ما، عبر ضباب الفشل في هذا المكان المقفر، ترى اللبؤة الكبيرة بعض الإشارات. ما قدره الله لي يكمن في داخلي. ماذا سيكون مصيري؟ الغرق أم الحرق؟ هل ينتظرني قدري؟ وهل هذا ما كتبه الله لي؟ أهذا هو مصيري؟ لقد وصلوا
بعد رحلة عبر أصعب أجزاء بوتسوانا إلى الجنة. هذه المرة يبدو أنهم لا يهتمون إن كان وصولهم قد يسبب صدمة للآخرين من حولهم. على ما يبدو فهذه المرة قد قطعوا مسافة كبيرة تجعلهم مستسلمين. لكنه عالم جديد مليء بالاضطرابات البرية التي تحيط بهم حيث يحكم العمالقة هذه الأراضي. لكن مع تسللهم إلى أرجاء المكان المحيط بالمياه وعودة الهدوء تظهر أمامهم الفرص الحقيقية، القيمة الحقيقية لأن تكون سيد هذه البركة المائية. المكاسب العظيمة للصراع والتعلم قصيرة الأمد. ما هي فرص وجود جنة كهذه بدون سكان؟ الأماكن الهامة في برار إفريقيا فيها ذكر يسيطر على المكان وينظر إلى الكثيرين على أنهم متطفلون. قاتل بجد للحصول على الفريسة ويختال بثقة بزهوة نصره. يبدو أنه قد نسي أن غريزة الترحال لدى الأنثى موجودة في روحها. قد يبدو أخوه أقل تشويشا، لكنه ليس كذلك. يحكم هذان الذكران معا كما يحدث عادة في أغلب أرجاء إفريقيا. يثير زئيرهما الحيرة وتقطع مخالبهما معا للدفاع عن النفس، لكن تحالفهما غير مستقر والأنثى تشعر بذلك. يقودها الجوع وزهوة الانتصار فتحاول التسلل دون أن يلحظها أحد. إنها حركة طائشة. قتلت إناث لأسباب أتفه من هذا. وعندما انتهيا من الطعام لاحظا أن المرتحلين ليسوا زمرتهم من الإناث. تحركت اللبؤات إلى الجنوب لترد أشبالها قبل بضعة أسابيع من الموعد، مما ترك بركة الماء شاغرة حاليا والذكرين بدون إناث للصيد. الليل ليس مناسبا للاختباء من الأسد، ووصل صبرهما إلى حدوده القصوى. اما الان
أو لن يحدث ذلك أبدا. قام الأخ الأكبر الذي بقي على قيد الحياة بمبادرة جريئة، يهاجم من الجهة اليمنى. أخته اللبؤة الكبيرة تحوم لمساعدته. إنها عزلاء وعاجزة. حقق الأسياد النصر. بينما تنسل الأسود اليافعة خلسة، تترك أخاها الأكبر ليواجه مصيره. لم يرى ثانية بعد تلك الليلة. هذا مثال آخر على الأمور المعتادة التي تدل على لا مبالاة الكائنات في أفريقيا. ما زال المرتحلون اليافعون في أرجاء المكان يراقبون وينتظرون، والذكران يعلمان ذلك. ذكور الفيلة الكبيرة في السن تقوم بازدراء هذه السنوريات العنيدة وتختبر قدرتها. إنهما لن يذهبا إلى أي مكان، إنهما يمتلكان هذا المكان. وما يراه المرتحلون اليافعون هو بداية عاصفة تتشكل في مواجهة التحدي بين هذين العدوين وألد الخصوم، الأكبر والأعنف، الرمادي والذهبي. يقال بأن كل مرآة انعكاس لوجه آخر، وهذا الأمر ينطبق على الماء، المكان القديم الغابر حيث يتنفس التوأمان من أجل نفس مصدر الماء. يقال بأنه المكان الذي يلتقي فيه الرمادي والذهبي، وأن سكان هذا المكان يعرفون الجوع جيدا، ولكنهم يعرفون لونه فقط، إنه اللون الأحمر. في هذا المكان تمتص الحرارة الرطوبة من الأرض، المعركة الأبدية هي من أجل الماء. عثرت الفيلة على مصدر صغير من المعادن والأملاح تحت التربة، كما لو كان الأمر معجزة. الأملاح والمعادن لن تروي عطشها، لكنها ستزيد من طاقتها. هذا الاكتشاف الأخير الثمين الذي سيغذيها حتى حلول الليل وإغاثتها، إنه متقلب كليل إفريقيا. إفريقيا تطبق عليك من كلا الجانبين، كالشمس التي تحلم عبر الشفق، والقمر الذي يتسلل إلى روحك. إن لها وجهين، أحدهما تراه والآخر يجب أن تعثر عليه. إذا عثرت على الجانب المرح فقد بحثت بشكل جيد. لقد بقي المرتحلون وترك الذكران آثارهما على هذه الإناث الجديدة. الغريب أن تودد الذكرين للإناث قد قابله قبول حذر من الذكور اليافعة أيضا. Thank you.
وما زالت الفيلة تتوالى من الغابات، ففي كل يوم ترتفع حرارة الشمس وأعداد الحيوانات حول البركة المائية تزداد بمرور الوقت. الأشبال الجديدة تنظر إلى كل الأشياء على أنها أمور مسلمة، فهم لا يشعرون بأي شيء مختلف. منذ ولادتهم وهم يتألقون ويلعبون بين أرجل العمالقة، هذا صدى لما نشأت عليه أمهاتهم في أرض حيوانات فرس النهر. بدأت التشابهات تظهر وتنمو. لا مفر من القتال، هناك الكثير من الفيلة والماء قليل وعدوان كبير محتمل. روح إفريقيا التي تحركهم كالدمى قد عادت مجددا. هناك انتظار هادئ، مراقبة واقتناص للفرصة عندما يهب ذلك التغيير عبر الأفق. مع كبر السن فإن قلة مخزون الماء يسبب التعب، ينهار فيل بفعل وزن جسده ذي 6 أطنان. إنه يستسلم وقد ترك تلك النزعة للقتال من أجل الماء والأرض والحياة. يعم الهدوء مباشرة، إنه أشبه بالهدوء عندما لا تهب الرياح وتتوقف أمواجها عن التكسر. هدأت الفيلة الأخرى أيضا، يخيم عليها الصمت، تشرب بهدوء آخر جرعات من المياه قبل أن يكشفهم القمر، وقبل أن يداهمهم الوقت، قبل قرع ناقوس الخطر. المخاوف التي نشعر بها مجرد تيار يسري مع الليل هنا، كما كان يحدث دائما، وها هو يحدث الآن وسيظل كذلك إلى الأبد.
إن إفريقيا لسان متوحش، إنها تعلم أهوال النفس الأخير وما يحدث عندما يخبو ضوء لامع، عندما ينحسر الظلام في وسط اليوم حيث لا يبقى أي شيء كسابق عهده أبدا. حدث التغيير الأخير في آخر فترة من موسم الجفاف. وصلت قطعان ناشئة من الإناث والصغار إلى المكان الثاني الذي توجد فيه المياه. إنه المكان الوحيد الذي توجد فيه المياه على امتداد 112 كيلومترا في كل الاتجاهات، لكن بركة الماء هذه خاصة وينتظر وصولهم بفارغ الصبر. خلال السنوات العشرين الماضية زادت أعداد الفيلة التي تأتي إلى هذه البركة المائية في كل موسم. لكن هذه القطعان يأسرها عطشها أيضاً. تجدد برودة الشفق آمالهم وتغريهم رائحة الماء للعودة مجدداً. إنهم يسرقون الماء تحت جنح الظلام. ولكن الفيلة ترتكب خطأً قاتلاً، الاستخفاف بالعدو. الليلة هنالك شعور مبطن بالحدية بين الرمادي والذهبي، لا تنصع إلى الرغبة بإشاحة نظرك أو تشجيع أحدهما، ولكن ركز بكلتي عينيك. لقد تمزق عالم الفيلة إلى أشلاء الليلة. خلال الأسابيع القليلة القادمة سيهاجمون قطيعاً تلو الآخر. أثناء الليل لا يوجد لدى الأمهات سوى غريزة واحدة، إنها رعاية صغارها والأمل بأن صغارها الأكبر سناً قادرة على حماية نفسها، لكن الكثيرون منهم لا يستطيعون ذلك. الأمر بالنسبة للأسود وأشبالها عبارة عن نجاح من سلسلة نجاحات. قبل عدة أشهر كانوا عبارة عن مرتحلين متجولين. عند وصولها يتم مراقبتها بحذر. تنظر الأسود إلى كل دفعة جديدة من الفيلة كما لو كان بإمكانها رؤية ما تحت جلودها. تمعن النظر إلى ما وراء العظام والعضلات، تخترق روحها لرؤية أي علامات ضعف.
ما قاموا بشمه هو بالتأكيد اعتداء على إحساسهم. الصمت يصرخ بأهوال تلك الليالي. عندما تخلوا عنك وبقيت على الأرض، بكى المكان من حولك حزنا. لا يوجد صمت شاف يمكنه استبدال رائحتك الزكية. ولكن يجب عليها أن تشرب مهما كلف الأمر. لقد وصلت إلى النهاية. الرائحة المريرة للعظام المتفرقة والمهملة في أرجاء الماء تغضبها. بالنسبة للأسود فإن نافذة الأمل تغلق ببطء. الهمهمة البعيدة تصدر نغمات موسيقية واضحة. وقت صيد الفيلة قد جرف على نهايته. وعندما يهطل المطر سيتغير التوازن مجددا. ستتوقف القطعان مع صغارها الجذابة عن الوصول من الداخل إلى هنا. وطوال أشهر قليلة يائسة ستبقى الأسود لوحدها. للمرة الأخيرة تنظر الأسود إلى الفيلة. تستعد اللبؤة الكبيرة عندما يمر تحتها خيال أحد الفيلة التي تزن 6 أطنان. في أحد أكثر المحاولات المعروفة جرأة تحاول اللبؤة أن تصارع الفيلة لوحدها لطرحه أرضاً. الأمر أشبه بنملة ضد جمل. بالكاد ينتبه إليها، ولكن محاولتها إشارة لاحتمالات مستقبلية لا نهاية لها. هل ستبدأ جميع الأسود بقتل الفيلة في يوم ما؟ ثم كأشباح تظهر من كنف الظلام، يحوم فوق رؤوسهم قتال متأخر. مواتاً فعلاً. إن هروبها من عجائب الليل الإفريقي، حيث يبتسم القدر للبعض من حين إلى آخر. Thank you.
الآن انتهى الموضوع. ذات مرة في بقعة صغيرة من بوتسوانا حدثت أمور عجيبة ومروعة، ربما لمرة واحدة. هذا السلوك قديم بقدم علاقة افتراس السنوريات سيفية الأسنان لظهر حيوان الماموث الصلب، ذكرى خاطفة من الماضي، ذكرى قديمة ومدفونة ستكون جاهزة لتثور ثانية من براثن الزمن عندما يحين الوقت المناسب. وقد يطلق هذا الزمن شرارة انطلاق العدد الوافر من الفيلة التي تدير سلالتها الخاصة كل سنة وفقا لوجودها في إفريقيا. الأسود ببساطة تجعل لها قيمة في عملية التوازن، ونحن هل سنترك لهم الحرية للركض والعيش أو الموت على يد هذه الأيدي العنيفة؟ هل سنتمكن من رؤية الجمال في قسوة عنف إفريقيا وندرك أنه لا يوجد هنا انتهاكات أو حقد؟ يوجد فقط مجموعة من ردود الأفعال القديمة؟ بالنسبة إلى الأسود، لا نعرف ما الذي سيحمله الموسم القادم. الجيل الجديد يلهو كما لو أنه لا يوجد غد ويثق بقدرته على التكيف، لكن قد تجف المياه ويتغير كل شيء، وقد تنتهي المعركة بين هذين الخصمين اللدودين. ومع ذلك، إذا شاركنا ثقتهم بالمستقبل سنرى الخيط الذي يفصل بين بطلي الرواية، الخيط الذي يربط مصيرهما. وسيستمر الأمر إلى الأبد. نعم، عندما تواجهني مجدداً قد تتذكر أنه عندما تفتح عينيك الجامحتين ستسافر في عمقهما.